أهلا بكم مشاهدينا في برنامجكم ساحة التحرير. طبعا بالبداية أحب أعتذر من كل المشاهدين اللي كانوا منتظرين أنه يكون ضيف اليوم المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، بس الحقيقة الضيف اعتذر في اللحظات الأخيرة، لكن سيكون معي ضيف آخر ولا يقل أكيد أهمية، وهو النائب خالد الجشعمي وهو عضو لجنة النزاهة النيابية. طبعا أرحب بك سيادة النائب وأشكر تواجدك معي في هذه الحلقة، وكل الشكر أيضا لكل من اعتذر. مشاهدينا اليوم راح تكون الحلقة بها هواي محاور، واللي يحب يشارك برأي أو يوصل صوته أو يوصل مناشدته فالأرقام موجودة أسفل الشاشة إذا تحبون تخابرون. سيادة النائب جاهز؟ نعم جاهز. اسمعك. حياك الله سيادة النائب. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك. يا أهلا أهلا بك. طبعا سيادة النائب خل أفتح وياك ملف أنه مسألة سعي الحكومة حتى تأجر فنادق بأكثر من محافظة بس بأسعار مرتفعة، هذه التعاقدات هل هي تحت أنظار لجانكم في هيئة النزاهة؟ نعم، مساء الخير على حضرتك دكتورة وعلى مشاهدي قناتكم الموقرة قناة الوطن وكل شعبنا العراقي الأبي، ونسأل الله أن يحفظ الشعب العراقي وكل شعوب العالم ويمن على بالشفاء التام والعاجل لكل المرضى اللي أصيبوا بهذا الفيروس الخطير. إن شاء الله أزمة وتعدي، ويا رب يحفظ شعبنا وناسنا وأهلنا ويمن على بالشفاء العاجل على كل المرضى، ويترحم يعني ويتغمد كل الضحايا بفسيح جنانه. هناك مثل ما تعرفين هناك قرار من خلية الأزمة الحكومية بأنه كل عائد من خارج العراق لابد يعني عراقيين بالخارج قد ما يأتون إلى الوطن يعودون لابد من حجرهم حجر صحي للتأكد من عدم إصابتهم بحملهم لهذا الفيروس، ومن ثم يمارسون أو يعودون إلى مجتمعهم وحياتهم الطبيعية. هناك عرض مقدم من مجموعة من الفنادق، منها فندق فلسطين، بابل، غيرها في بغداد. طبعا هذه المشكلة وبمبالغ كبيرة يعني 200 دولار للغرفة الواحدة. تقدم هذا العرض إلى خلية الأزمة وزارة الصحة، يعني تابعنا هذا الموضوع من خلال لجنة النزاهة واللجان النيابية الأخرى. طبعا يعني اعترضنا عليه لأن مبالغ باهظة جدا وما مقبولة، وأيضا هم وزارة الصحة وخلية الأزمة ابتداء لم يقبلوا به هكذا مبالغ، يعني لم توقع لا وزارة الصحة ولا خلية الأزمة ولا أي جهة بالدولة العراقية على استئجار فنادق بأي مبلغ كان، يعني لما عرض ما أشيع من يعني تأجير لفنادق بهذه المبالغ العالية، يعني 200 دولار للغرفة الواحدة في الليلة الواحدة، يعني لم يتم استئجار بالمطلق. بالمقابل هناك مبادرات شعبية، مبادرات من أصحاب الفنادق الخاصة في بغداد في المحافظات. عندنا في محافظة النجف الأشرف عشرات الأشخاص من أصحاب الفنادق قدموا فنادقهم مجانا وجعلوها تحت سيطرة وأمرة خلية الأزمة ومحافظة النجف ل يعني حجر المجتمع بهم. عفوا يعني لا. انت تتحدث فقط عن محافظة النجف، طب باقي المحافظات؟ جايك بالحديث في محافظة النجف، يعني مشكورين جدا ابناء المحافظة على تقديمهم املاكهم للحظر الصحي او الحجر الصحي، وما موجود من فنادق وأماكن للحجر تستوعب الآلاف من المشتبه بإصابتهم. أيضا في محافظة البصرة نفس الموضوع، تم تهيئة مثل هكذا أماكن. في محافظة بغداد هناك العديد من المواطنين أيضا مما شاهدناه ولاحظناه في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره،
شخصيات معروفة قدمت أملاكها فنادقها مجانا للحجر الصحي. شخص أنا يعني تكلمت معه وشاهدت العفو شاهدت مقطع مبث على وسائل التواصل الاجتماعي، عرض ثلاث فنادق يملكها أمام وضعها تحت تصرف وزارة الصحة للحجر الصحي للمشتبه بهم، والعديد من أعتقد العديد من أصحاب الفنادق أيضا يبادرون نفس المبادرات. أعتقد هناك يعني شو نريد نقول شوية تكاسل من قبل المسؤولين في بعض مفاصل الدولة من التواصل مع هؤلاء المواطنين الكرام من أجل حثهم على تقديم فنادقهم أو هم نفسهم. يعني حقيقة هذا يعني هذا فتشي ردت أسألك عنه، يعني هل هناك ربما تقاعس من قبل المسؤولين والجهات المعنية بهذا موضوع الحجر وأماكن توفير أو أماكن الحجر؟ يعني مو المفروض أنه يكون أكو تحرك أقوى من هذا التحرك الموجود حاليا؟ نعم هناك تكاسل تقاعس من بعض المسؤولين المعنيين بهذا الأمر للتواصل مع أصحاب الفنادق اللي موجودين طبعا براحوا على فنادق المعروفة مثل فلسطين بابل غيرها، وهؤلاء يعني ماخذيها مستثمرين وقد لا يريدون المساهمة في محنة الشعب العراقي وما تعيش الدولة العراقية من أزمة مالية بسبب يعني نزول أسعار النفط وغيرها، عدم وجود موازنة اتحادية، كل هذه الأمور يعني شخص ما يريد يقدم ما يملكه للمساهمة، مو كل ما يملكه جزء بسيط من عنده. يعني على العموم هناك تقاعس، نعتقد احنا حثينا قبل يومين كان هناك اجتماع لخلية الأزمة النيابية مع معالي وزير الصحة والكادر المتقدم في وزارة الصحة في مجلس النواب، وكنت حاضر هذا الاجتماع، حثنا يعني كل الأخوة النواب حثوا معالي وزير الصحة الكادر المتقدم للتواصل مع أصحاب الفنادق الأهلية لحثهم والتوصل إلى الحصول على مجموعة من أماكن الحجر الصحي، لأؤكد هذه أماكن الحجر الصحي لحجر المواطنين أو وضعهم فيها المشتبه بهم، يعني مو بالضرورة هو مصاب، قد يكون ما طب مصاب. هاي الأماكن سيادة النائب هي مجهزة بمعدات طبية أو هي بس مجرد غرف؟ لا أكو قضيتين المفروض يعني نميز بيناتهم، أكو حجر صحي وأكو حجز صحي أو عزل صحي. الحجر الصحي قبل الإصابة، يعني هذا المسافر من يجي حتى لا يروح يختلط بالمجتمع وقد يكون حامل لهذا الفيروس ويسبب إصابات وانتقال للفيروس إلى أشخاص آخرين، يتم وضعه في مكان ما يتطلب وجود أجهزة طبية أو غيرها، يعني غرفة فندقية مجهزة، يعني بتعرفين كل الفنادق مجهزة بوسائل الراحة من كل ما يحتاجه النزيل في هذا الفندق، يتم وضعه للتأكد من عدم إصابته بهذا الفيروس أو لا سامح الله إصابته حتى يحولوه إلى المكان الآخر اللي هو مكان العزل الصحي اللي يتطلب وجود أجهزة طبية وأطباء وعناية طبية وغيرها. ينوضعون المسافرين العائدين في أماكن الحجر الصحي تأخذ عينة من عندهم للفحص للمختبر، إذا ما تبين وجود هذا الفيروس حاملين لهذا الفيروس بالتأكيد يتحولون إلى أماكن الحجز الصحي أو خلوهم من هذا الفيروس، فيعني خلص يتوكلون على الله ويندمجون ويا مجتمعهم ويعودون إلى دورهم بكل يعني وضع طبيعي. أماكن الحجر الصحي ما تتطلب وجود أجهزة صحية ولا أدوية ولا يعني ما يحتاج أي شيء، مجرد مكان ينعزل به هذا الشخص تحسبا لحملة لهذا الفيروس. نعم. ما متأكدين من عند مصاب أو غير مصاب. نعم. طيب التخصيصات والمبالغ المالية على مود جائحة كورونا، يعني أنت عضو في لجنة النزاهة، سيادة النائب برأيك هل هي كافية فعلا لتطويق هذه الجائحة؟ وأنا أتحدث من جميع النواحي طبعا.
طبعا لحد الآن التخصيصات المالية نعتقد بأنها كافية، وأيضا استمعنا إلى ملخص من معالي وزير الصحة قبل يومين، وصلت أموال إلى وزارة الصحة. أموال طبعا تعرفين هناك نوعين من التخصيصات وصلت إلى وزارة الصحة. النوع الأول هو من الموازنة الحكومية اللي معتمد أو مستند الصرف بها على أساس 1 إلى 12 بسبب عدم المصادقة أو عدم إرسال الحكومة لموازنة 2020 لإقرارها في مجلس النواب، فبقت الدوائر تصرف ب يعني حسب 1 إلى 12 جدول 1 معادلة 1 إلى 12، يعني كل اللي صار تخصيصاتهم من العام الماضي واللي هي كانت جيدة جدا لوزارة الصحة ياخذون نسبة يعني شهر واحد من 12، الشهر الأول ياخذون هالجزء هذا مال الشهر الواحد ويصرفوه الشهر الثاني الثالث وهكذا. فعندهم تخصيصات لا بأس بها لشراء أدوية لشراء مستلزمات في ضمن موازنتهم اللي هي 1 إلى 12، لكن وحدها غير كافية قد تكون ل يعني مواجهة هذا الوباء. هناك التخصيصات الأخرى، التخصيصات اللي اجتي من خلال تبرعات من البنك المركزي العراقي، من المصارف الحكومية اللي كانت هي طبعا هالتبرعات المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي الأعلى تقريبا 80% أو أكثر من 80% من التبرعات اجتي من هذه الجهتين، وتبرعات البنوك الأهلية أيضا، وتجار عراقيين ايضا تبرعوا بمبالغ وبمعدات باجهزه. يعني عندنا في محافظه النجف تجار تبرعوا ب طب هاي التبرعات سياده النائب يعني تخضع للرقابه من قبل لجانكم؟ نعم، في محافظه النجف تجار نجفيين تبرعوا، وصرح السيد المحافظ بتبرعهم باطنان من المستلزمات الطبيه. كل هذه الأموال التبرعات أو الميزانية التشغيلية اللي تصرف 1 إلى 12 خاضعة للرقابة، رقابة ديوان الرقابة المالية. مع العلم يعني مجلس الوزراء أعطى الصلاحية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية، أعطى استثناء لوزارة الصحة لشراء المستلزمات اللي تحتاجها بعيدا عن التعليمات يعني لسرعة الشراء وغيرها، لكن تبقى خاضعة لمراقبة ديوان الرقابة المالية والأجهزة الرقابية الأخرى لا سامح الله إذا صار بها شبهات ب يعني شراء مواد مستلزمات معدات أجهزة بأسعار مبالغ بها، بالتأكيد هذه تخضع للرقابة. الأموال اللي موجودة حاليا لدى وزارة الصحة نعتقدها كافية مع انتشار المرض بالكيفية اللي انتشر بها، يعني أكثر من 45 مليار دينار عراقي وصلت من تبرعات بالإضافة إلى الميزانية التشغيلية لحد الآن كافية، لا سيما إذا ما يعني ما يشاع وأثار شوية تخوف لدى المواطن العراقي من وجود نقص كبير في أجهزة الإنعاش الرئوي. صحيح. هذا طبعا يعني الكل متحذر من قضية نقص الأجهزة والمعدات الكافية لاحتواء هذه الجائحة. دكتور، هذا الكلام مبالغ به جدا، أنا أتحدث بوقائع وأرقام. يعني عندنا في محافظة النجف، تعرفون محافظة النجف الأشرف اليوم هي الأولى في نسبة في عدد الإصابات إذا ما قرنت بنسبتها السكانية مع المحافظات، حتى يعني تتجاوز محافظة بغداد على اعتبار نسبة السكان. يعني النجف 1,500,000 مواطن، بينما بغداد قد يصل عدد سكانها إلى 6 مليون أو 7 مليون مواطن. فعدد الإصابات بالنجف هي الأعلى، هي المحافظة الأولى في عدد الإصابات نسبة إلى سكانها. طيب. احنا عندنا بالنجف الاشرف يعني تسجل عندنا عدد اصابات موجودين مصابين في داخل مراكز العزل الصحي في يوم واحد 130 مصاب، يعني العدد التراكمي يصل في اليوم الواحد يعني موجودين في داخل المراكز الحجر الصحي 130 مصاب. هال 130 مصاب طبعا مقابلها عندنا 60 جهاز انعاش رئوي في المحافظة.
طيب لكن سيادتي الملاحظ دكتورة، نعم. بس خل أكمل فكرتي حتى تفضل توصل للمواطن وشوية يخف هالهلع والخوف عنده. الملاحظ من 130 مصاب اللي موجودين بالنجف، موجودين في يعني المستشفيات، فقط من عندهم اثنين مصابين احتاجوا الى هذا الجهاز، جهاز الانعاش الرئوي. اما بقية الحالات المرضية لم تحتاج هذا الجهاز، وتشافوا وتعافوا، قسم منهم خرجوا من المستشفى وبعضهم لا زال يعني يتلقى العلاج في المستشفى. اذا مو كل المصابين يحتاجون، ما نحتاج بعدد المصابين اجهزة مقابلهم. يعني بينت لحضرتك عندنا 60 جهاز ما استخدمنا من عندهم في النجف الاشرف الا جهازين فقط، الاجهزه الباقيه موجوده، وكل المحافظات بها هذه الاجهزه وهذه الاعداد بنسب طبعا متفاوته، بعض المحافظات بها قد يكون اكثر من 60 وبعضها اقل من 60، لكن لحد الان وضع الاجهزه جيد، لا نحتاج الى اجهزه اخرى، قد نحتاج الى امور اخرى، نحتاج الى ادويه، هاي الاموال المفروض تستخدم. وانا بينت في اجتماع خلية الازمة لمعالي الوزير، لانه يعني الارقام اللي استمعت لها من قبل بعض المسؤولين في وزارة الصحة انه يحتاجون الى 268 مليون دولار لشراء اجهزة الانعاش الرئوي نسبة للسكان العراق، وهذا رقم مهول كبير. يعني تجيب اكيد طبعا يعني هذا يعني رقم اتوقع وتجيب جهاز ما محتاج له، تشتري هذا الجهاز وانت ما محتاج له حاليا، وحتى وان ضاعف العدد الى 100 مره ما راح تحتاج لهذا الجهاز. طيب سياده النائب عندنا اتصال، جاهز الاتصال؟ جاهز الاتصال؟ الو، معكم علي اللامي. اهلا وسهلا سيد علي، تفضل. سلامي لضيفكم استاذ خالد والقناتكم الشريفة اللي جاي تنقل معاناة المواطن، ولكن سؤالي للضيف استاذ خالد، نريد نحكي وياه ونقول له احنا ما نريد نسألك عن الفساد، نريد نسألك عن الناس الخيرة، نريد شخص واحد بالوزارة او بهالدولة ما عليه ملف فساد، نريد شخص شريف يقولون هذا الشخص ما عليه لا نزاهة ولا عليه فساد مالي ولا عليه فساد. سيد علي، اريد انتبهه. سيد علي انا ما اريد اقاطعك، بس موضوع حلقتنا اليوم هو يخص انه التخصيصات المالية، اذا عندك اي سؤال حول التبرعات، السلات الغذائية، اذا عندك ايضا اسئلة حول البطاقة التموينية والمواد المتضمنة بها. والله البطاقة، ست البطاقة التموينية احنا شنو اللي حصلناه؟ كل دول العالم انضربت فيروس كورونا، روح شوف العالم، كل العالم قدمت المساعدات، كل العالم قدمت للناس المهجورة. اقول شنو اللي قدمته الدولة؟ شنو اللي قدمته للمواطن؟ صار شهرين المواطن محصور ببيته ما جاي يطلع، شنو الدولة اللي قدمت للمواطن؟ طيب. اذا كانت وزارة التجارة، اذا كانت اي وزارة من هاي الوزارات، شنو قدمته للمواطن؟ حصة ما قدمت، كل أربعة أشهر يطولهم كيس طحين، شنو قدمت الدولة للمواطن؟ طيب طيب شكرا، شكرا لك علي اللامي. سيادة النائب طبعا سمعت هذا الاتصال من أحد المواطنين، هو يقول يعني شنو قدمت الدولة بهذه الأزمة، يعني ربما يقارنون بغير دول شنو قدمت المواطنيها، يمكن قدمت تسهيلات ومساعدات أكثر من العراق. نعم، كل التحية والاحترام للمتصل الأخ اللامي. أنا بس يعني أعقب على قضية الفساد، طبعا الفساد الإداري والمالي مستشري في كل مفاصل الدولة من أعلاها إلى أبسط مفصل بها، لكن مو كل الموجودين بالدولة والموظفين المسؤولين كبار المسؤولين صغار مو كلهم حرامية وكلهم فاسدين، كثير من عندهم، كثير من عندهم الناس يتمتعون بالنزاهة والنزاهة العالية والكفاءة، لكن بالمقابل هم أكو عدد غير قليل من عندهم فاسدين وللأسف. طبعا هذا مو حديثنا، إن شاء الله في فرصة أخرى نتوسع بهذا الحديث ونخلي نسلط الضوء على الحروف ونقول وين الخلل.
بخصوص يعني الحكومة والدولة العراقية لحد الآن للأسف لم تقدم شيء لشعبها، ونتكلم بمرارة. أنا في قبل تقريبا شهر من اليوم قدمت مقترح إلى الحكومة العراقية وإلى رئاسة مجلس النواب، وكررت قبل 10 أيام بضرورة، يعني اليوم احنا اجراءات حظر التجوال لابد من عدها للوقوف بوجه هذا الوباء وعدم انتشاره بشكل كبير بين المواطنين، لكن حظر التجوال راح يسبب ايقاف اعمال الناس وتتضرر من عدة الطبقة المتوسطة اللي هم الكسبة، العمال، الناس الكسبة بمختلف القطاعات. طبعا يعني نائب، هي اكثر شريحة تضررت من هذا الحظر، ودائما ما يشتكي المواطن انه احنا شلون ندبر قوت يومنا، يعني وين جهود الدولة اليوم؟ نعم، هناك قصور واضح وتقصير واضح من الحكومة في هذا، وقدمت مقترح بضرورة صرف مكافآت شهرية او يعني منح شهرية للمواطنين اللي تضرروا. الموظف عنده راتب، المتقاعد عنده راتب، يعني لكن المواطنين اللي تضرروا وهذول الطبقة المتوسطة، الناس الكسبة اللي عايش بأجر يومه، لابد من تقديم منح شهرية لهم وبمبلغ جيد يستطيع أن يعيش به. للأسف الحكومة يعني بسبب الأزمة المالية وبسبب عدم وجود موازنة شوية تلكأت، لكن العمل جاري. قدموا مقترحات أنها 30,000. نعم، أخذوا بالمقترح بخلية الأزمة الحكومية في الأسبوع الماضي، وكلفوا معالي وزير التخطيط لوضع دراسة لكيفية توزيع هذه الأموال، والمفترض تصل يعني أعداد المستفيدين من هذه المبالغ إلى 10 مليون شخص. نعم، ونعتقدها جيدا كمرحلة أولى إلى أن تتوفر مبالغ ثانية وينشملون أكثر وتكون مستمرة لحين انتهاء الأزمة. لحد الآن طبعا ماكو يعني ما تقدمت الدراسة من معالي وزير التخطيط، الأموال تأمنت، المفترض في الأسبوع القادم، مطلع الأسبوع القادم يعني اليوم أو باكر يقدم وزير التخطيط يعني دراسته، ومن بداية الأسبوع القادم يتم التوزيع. المفترض هيك حسب ما وعدونا الحكومة والمسؤولين في الحكومة العراقية، يعني المفترض هم المبلغ من 30 إلى 50، لحد الآن ما جاردين وما حاصين العدد اللي راح ينشملون، من 30 إلى 50 ألف للفرد الواحد. يعني إذا عائلة سيادة النائب، يعني 30,000 شنو تكفي المواطن؟ يعني شنو يقدر أصلا يعيش من عدها، يشتري بيها، ما كل شيء ما يقدر يسوي؟ إذا عائلة متكونة من 5 أشخاص، 30,000 في 5 150 قليلة جدا، لكن طبعاً قليلة جدا، لكن تعينهم في بعض الأشياء. احنا قاعد يعني طالبت بخلية الأزمة ان يرفعون المبلغ الساعة على الأقل الى 75,000 للمواطن، 80 75، او حتى لو 60,000، 50,000 قد يكون يعني تعينه. 250,000 لعائلة مكونة من 5 أشخاص وفق هالمعطيات والظرف اللي قاعد نعيشه قد يكون تسد الحاجات الأساسية الضرورية لهم. قاعد نضغط على الحكومة برفع هذا المبلغ، لكن المشكلة بالأزمة المالية، المشكلة بعدم وجود ميزانية. أيضا طالبت بأن يعطون يعني مجلس النواب ينعقد ويعطي صلاحي أو يعلن حالة الطوارئ حتى تكون للحكومة صلاحيات كافية ل يعني تحويل الأموال، استحصال الأموال من البنك المركزي، من تدويرها من بعض الوزارات وتحويلها إلى وزارات أخرى. لا سيما أركز على نقطة، لا توجد موازنة لهذا العام، باقين يصرفون 1 إلى 12 محددة الحكومة بيهم، ما راح تقدر. نعم سيادة النائب، راح أرجع بهاي التفاصيل، بس خلنا نأخذ هذا الاتصال من رحيم. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. طبعا احنا نشكركم على متابعتكم لموضوع البطاقة التموينية. ايه؟ بس ما اعرف، انا كنت اتوقع الاستاذ محمد حنون متحدثا، لانه هذا اللي سألت. والله حقيقة اعتذر سيد محمد حنون. اه
تفضل. بس سيادة النائب يقدر يساعدكم انتم كيعني استفسارات او اي مناشدة، هو يقدر يوصل صوتكم لان هو نائب، يعني هو يمثل الشعب. تفضل. يعني انا عذرا اكو معلومات هنا، اكو معلومات صراحة مخطوعة نوعا ما، قاعد يعني تبعك من خلالكم من خلال القنوات الاخرى، انه مثلا قبل 3 أيام صرح الأستاذ محمد حنون بأنه العصب الذهبي تعيشه حاليا وزارة التجارة. فأنا من كوني متابع لهذا الموضوع، العصب الذهبي إذا كانت الحصة متوفرة مثلا في 12 شهر متكاملة للمواد الأربعة، هسه احنا ما نقول المواد الأكثر تباعا. العصب الذهبي إذا كان الزيت يتوفر لي 12 شهر وليس لستة أشهر. مادة الرز كذلك إذا كانت لي 12 شهر وليس لستة أشهر. وكذلك السكر. هذا شيء. الشيء الاخر احد ما يعني انه يصار الى موضوع انه هذه المواد كلها وطنيه، منتج وطني. بالعكس، هذه كلها مستورده من الخارج وفي معمل الحله ترتب وتعتبر على اساس انه مواد منتج وطني وشجع منتج وطني. هذا موضوع. الموضوع الاخر موضوع معامل الطحين. حاليا ثبتوا انه 8 حصص كل سنه. لي احب اذكر السيد النائب بس اذا امكن يسجل هاي المعلومه عنده. نعم تفضل. نعم. الجدول بالنسبه للتسويق ماده الحنطه للعام الماضي لغايه 4/8/2019. بلغ 4,645,000 طن، 4,000,000 طن و645,000. نعم. هذه رحيم اسمعني اذا يعني تقدر من التليفون. مقابل مبلغ 575,000,000 عن كل طن. اسمعني من التليفون رحيم حتى ما يرجع الصدى. ماشي. المهم سيادة النائب وست هنا احب اوضح لكم معلومة. هذا الرقم مؤكد انا عندي وعندي كل البيانات تخص الرقم. هذا الدولة تستقطع منه 6,000 دينار على كل طن، قيمة كل طن. يعني 60,000 لكل يعني 60,000 دينار لكل 1,000 طن. المعدل الاجمالي يطلع 278,700. هاي فائض عند الدوله، بس اذا ممكن تركزي وياي انت وسيد النائب. 278,000 طن تضرب في 575,000 يطلع بالضبط، يطلع عندنا 1,600,000,000,000 فائض. هذا فقط لدى وزارة التجارة، وهو ما يعادل مواد تسويقية لأربع حاجات للفرد العراقي لمدة سنة كاملة. أين يذهب هذا المبلغ؟ يعني هسه السيد النائب ياخذ يسوي فيه تحقيق أو أنه يتبنى هذا الموضوع. أنا حاضر أتابع معاه، وهذا الرقم مشخص وبالبيانات. المبلغ هذا اللي يتعدل يعني 1,600,000,000 هذا فقط فرق بيع الحنطة أو شرائها من المواطن. يعني الدولة تأخذ نسبة منها، من نسبة تنطيها لأصحاب المطاحن، ما تنطيها ناقص النسبة، تنطيها 100%، وهي تستلمها ناقص 6%. ست هنا هذه دكتورة قاعد في مين قصدي؟ نعم. طيب. يعني هذا فرق البدلين يبقى داخل وزارة التجارة، وهذا مو فقط فساد وإنما تصويب حالة واضحة ومبلغ كبير. أين يذهب هذا المبلغ؟ إذا كان السيد النائب ضمن لجنة التدقيق النيابية أو ضمن اللجنة المالية، خلي يتابع هكذا موضوع وأنا مستعد أعطي البيانات. هاي حالة. الحالات الأخرى، المطاحن العامة بالعراق بشكل عام، أنا أتكلم بشكل شخصي عن نفسي. باقي بالضبط دكتور اذا يمكن رقم تليفون المتصل تخلوه يمكن بالريموت خليه يسجل اي محل ثاني. ماشي سيادة. المجتمع العراقي بسبب وجود طلبات لاصحاب المطاعم عددها 16 مطلب لم تنفذ لحد الان. اعيد واكرر، ستتوقف المطاعم
الأهلية عن القيام بإنتاج مادة الطحين، وهذه تمثل طبعا سابقة خطيرة بسبب تلف وزارة التجارة في التواصل مع أصحاب المطاحن وتلبية مطالبهم. يعني بصراحة يعني صار فيها حديث طويل، الكل يدعي أنه صاحب الرأي وصاحب الشأن، ولا زالت تتلف بين اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بالأمان العام لرئيس الوزراء، وبين السيد وزير التجارة، وبين ادعاءات ودعم أصحاب القرار في وزارة التجارة. أرجو من السيد النائب يتبنى الموضوع، لأنه موضوع فيه هدر للمال العام واضح وعدم متابعة لهذا الموضوع. طيب رحيم، استيادة النائب راح يتواصل وياك، وشباب اخذوا رقم المتصل واحفظوا يمكم حتى ياخذ استيادة النائب ويتواصل وياه. طيب بعد موجود؟ طيب استيادة النائب، بس لو شوي تعطي لمحة للمشاهد ولحتى المتصل يعني على كل المواضيع اللي حكى بيها، تفضل. شكرا استاذ رحيم لاتصالك. بالطبع طلبت من الدكتوره انه رقم تليفونك يا ريت تخليه عند الاخوه بالقناه حتى نتواصل. نعم، حتى ناخذ هذه المعلومات من عندك. بس اللي فهمته انه وزاره التجاره عندما تعطي طن تاخذ اقل من الطن من المطحنه، هيك اللي فهمته. وهذا ما ادري اذا هذا اللي فهمته صحيح، معناتها 6% النقص تتحمله وزارة التجارة، يعني مو بالعكس راح يصير عندها فائض. يعني هي تعطي طن تاخذ 900 وما ادري 10% ايش قد او 6% ايش قد تصير 960 او شو ايش قد ما ادري. المهم فال 6% المفترض تقل من المسلم، وهذا عادة ما بسبب الطحن قد يكون هناك يعني ضائعات بالطحن وغيره. اللي فهمته هذا. على العموم مشاكل وزارة التجارة كثيرة، نعتقد بأن الوزارة والحكومة رؤيتها بتوفير الحصة التموينية الوجبة الغذائية للمواطن العراقي فيها قصور كثير وتقصير، وبعضها بها فساد، سواء هاي المواد اللي قاعد يعطوها الزيت والتمن والطحين المفترض تزيد ونوعياتها ايضا تتحسن، متابعين بشكل جدي، لكن ما اخفيك وما يخفى يعني على المواطن. المتصل يقول على حسب ما سمع انه وزاره التجاره تعيش العصر الذهبي، يعني المفروض انه تصير مخصصات اكثر وتنضاف مواد اكثر على البطاقه التموينيه. يعني ما هذا العصر الذهبي؟ مو الوزارة هي تقول الوزارة تعيش العصر الذهبي، شو وقت ما المواطن شعر بوصول الحصة إلى بشكل كامل بمواد متكاملة وجيدة، ذاك الوقت هو المواطن راح يمدح بها ويقول وزارة التجارة تعيش بالعصر الذهبي. أما موظف في الوزارة أو الوزير يقول والله الوزارة تعيش بالعصر الذهبي، طبعا يمدح نفسه يعني. وما قاعد نشوف هذا العصر الذهبي ينعكس على معيشة المواطن وحياتها. هناك عديد من الملفات طبعا مفتوحة في هيئة النزاهة، في اللي شبهات فساد كثيرة، بالإضافة إلى تقصير الوزارة واضح بمختلف القطاعات. يعني ننتظر بشكل واقعي ونراقب بشكل جيد ما يعني هذا الموضوع بالذات يتعلق بمعيشة الناس، ويتعلق بمعيشة الناس الفقراء من عندهم. المفروض على الحكومة أن تجد آلية جديدة لإيصال يعني توفير أكبر عدد ممكن من يعني المواد الغذائية إلى المواطن بشكل منتظم وشكل شهري. إن شاء الله بالمستقبل قد يكون الحكومة المزمع تشكيلها الحكومة القادمة تستطيع النهوض بوزارة التجارة وتوصل أفضل المواد وأكثرها للمواطنين، لكن لا زالت وزارة التجارة لحد الآن عاجزة، غير المواطن غير راضي عنها، وحتى يعني مجلس النواب بكل لجانة واللجان المختصة بمراقبة التجارة ما أعتقد عندهم رضا عن أداء الوزارة في لا في طيب هذا الوقت في هاي الوزارة ولا الوزارات السابقة يعني. طيب أيضا عندنا اتصال من سيد حيدر.
الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الست؟ اهلا اهلا سيد حيدر، تفضل. السلام عليكم سياده النائب. عليكم السلام والرحمه، اهلا وسهلا. استاذ العزيز الله يحفظك، الله يسلمك، اهلا. والله سمعت الحكي مالك انت، بالنسبه انت حكيك مقنع ومرتب وقلت اكو فساد اكو هاي، فهو الموضوع هو فساد من 2003 لهذا يومك، ما صار حل، يعني صار لها 14 سنه ماكو حل، خاصه وزاره التجاره وهي من اهم الوزارات، هي وزاره التجاره. هالموضوع موضوع انه حتى من تجي حصه، بس تجي حصه مثلا اليوم هسه احنا خلينا نقول الشهر الرابع، من اروح لابو الحصه يعطيني ما شهر الواحد بعده، والله شهر الثاني والثالث بعده ما جابينه. فامور يعني ما حد يتخيلها لحد هاي، ما تقدر تحكي، لا تقدر تسولف، تجعل لابو الحصه هم تاخذ الحصه مالتك، تعطيه المبلغ هذا تعطيه الى دور تشتري من برا نفس الحصه نفس الكميه. يعني موضوع كبير استاذ، هذا الفساد يعني الى متى؟ الى متى؟ يعني هسه انا صار لي يمكن يشهد الله 4 سنين ما مستلم حصه، الله شاهد قاطعين عليه. نعم. شكرا شكرا شكرا. عندك شيء بعد حاب تضيفه سيد حيدر؟ والله احنا نترجى هاي العالم الخير ان شاء الله، يقضون على هالفساد وعلى هال، لازم واحد المفسد حتى لو فساده بسيط لازم يتابعون هذا الموضوع، لابد، لان هي وزاره التجاره من اهم الوزارات الموجوده بكل الوزارات. وشكرا. شكرا شكرا لك سيد حيدر. طبعا سياده النائب، هواي مواطنين يشتكون انه ما يستلمون المفردات البطاقه التموينيه بنفس الوقت المحدد، يعني دائما ما يصير تاخير، دائما ما يصير تلكؤ، يعني ليش؟ هاي حصه المواطن وهاي حقه. نعم، شكرا سيدنا سيد حيدر على اتصالك، طبعا كلامك واقعي، ومشكله يعني هي جزء من مشاكل البلد. اليوم العراقي، يعني العراقي يعيش او سبب كل ما يعيشه من مآسي ومشاكل واخفاقات ونقص بالحصة التموينية او تأخرها او 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 كل مشاكل العراق سببها مشكلة واحدة، هي الفساد الإداري والمالي. هاي المشكلة الحقيقية الأساسية اللي نعيشها بالبلد من بعد 2003 والى الآن، هو الفساد الإداري والمالي اللي للأسف مستشري مثل ما بينت قبل قليل في كل مفاصل الدولة، من أعلاها، من أعلى السلطات إلى أقل حلقة بالدولة العراقية. لكن إن شاء الله الخيرين موجودين وتتحقق إرادة، أملنا بقضائنا العراقي المستقل العادل، أمل كبير بالقضاء على الفساد والفاسدين. من دون القضاء العراقي ما راح يصير يعني اي حل للعراق. نتامل ونتمنى من القضاء ومن قادتنا السياسيين اللي احنا هسه مقبلين المفترض على تشكيل حكومه جديده، نتامل منهم، نتمنى، نترجاهم، كل الساده السيدات النواب، يا اخوان لا تجيبونا مسؤول فاسد عليه شبهات فساد او عليه حتى شك من بعيد بانه فاسد. اذا اجى وزير فاسد فمعناتها اذا كان رب الدار بالدف ناقر فما شيمت. اذا تجيب الوزير فاسد او عليه شبهات فساد او عليه ملفات فساد، يعني ايش راح تصير بوزارته؟ شلون راح نأمن على مصير بلدنا؟ طب انتم ايضا اليوم لسه تشكيل حكومه، طبعا انا ما متحدث منذ يعني انتم ايضا سياده النائب، يعني كلجنه نزاهه اين دوركم من كل هذا الفساد الذي يعني فعلا وحقيقه اكل جميع مفاصل العراق وجعلها في تردي، جعل المواطن اليوم، المواطن العراقي وخط الفقر في العراق مرتفع جدا. نعم. طبعا هذا مقارنه بالثروات التي يمتلكها العراق، يعني اين دوركم انتم كلجنه نزاهه نيابيه؟ أنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والله يساعد شعبنا، والله يساعد مواطنينا، والله يكون بعونهم. وأترجى مرة ثانية وأتأمل من كل السيدات، السادة النواب، القيادات السياسية، إنه كافي، الشعب تعب بعد ما بيتحمل أكثر،
لا تجيبوا لنا حراميه تسلطوهم على هذا الشعب من وزراء من مدراء من غيرهم. وعندما يعترض اخ باي شخص او اي نائب على شخص عليه ملفات فساد تبدي قضايا التسقيط والتشهير والصاق التهم وغيرها. شخص عليه ملفات فساد او عليه شبهات فساد المفروض ما يستلم سلطه بالعراق. هذا الحل اليوم. اما دور لجنه النزاهه، يعني لجنه النزاهه لحد الان انا يعني حولوا ما ادري تزيد عن ال20 قضيه عليها شبهات فساد الى هيئه النزاهه والى القضاء العراقي المختص بمكافحه الفساد الاداري والمالي. انا شخصيا محول تقريبا 4 إلى 5 قضايا مهمه الى هيئه النزاهه والى يعني السيد قاضي تحقيق النزاهه سواء في محافظه النجف او في بغداد على الوزارات. لجنه النزاهه يعني حالها حال شلون تجمع تكشف عن وجود فساد، لكن اللي يحكم به منه؟ من اللي يفصل؟ من اللي يقدر يقول للحرامي انت حرامي سارق فاسد ويشيله يخليه بالتوقيف ويصدر قرار عليه ويرجع اموال الشعب للشعب والى خزينه الدوله؟ ماكو غير القضاء. صحيح لجنه النزاهه تكشف تحول للقضاء، القضاء الوحيد القادر على ايقاف او توقيف المتهم بقضايا الفساد والحكم عليه وارجاع اموال الدوله من عده. لذلك يعني قلت قبل قليل احنا املنا الله اولا وبالقضاء العراقي ثانيا. ماكو حل لقضايا الفساد، لمساله الفساد اللي استشرى واللي الفاسدين اليوم بعد ما يستحون ولا يخافون، يعني بكل جرأه ووقاحه يمارسون فسادهم امام انظار واعين الناس وما همهم احد للاسف الشديد. نحتاج الى صعقه صدمه لكل المسؤولين، وخلنا نبدي بالكبار، وزير محافظ غيره، هذول اللي ملفات فسادهم بعضهم صار لها سنين في محاكم تحقيق النزاهه لحد الان بالمحاكم، محكمه التحقيق ما انجزت ولم تحال، وللاسف مجلس النواب بالدوره السابقه شمل كثير من عندهم بقانون العفو. للاسف قانون العفو البائس سيء الصيت اللي يعني استفادوا من عده الكثير من الفاسدين وخرجوا من التوقيف وانغلقت قضاياهم بالمهم بقرار قانون خاطئ اعتقد في حينه. على العموم لجنه النزاهه قائمه فاتحه العديد من الملفات، ملفات مهمه. طب وصل الفساد التجاره غيرها. طيب نعم. الفساد وصل حتى للتبرعات اللي جت سواء من التجار سواء من الخيرين اللي اطلقوا حملات التكافل، والمرجعيه ايضا اطلقت حملات تكافل، وهناك تبرعات من دول خارجيه، هولندا تبرعت، الكويت تبرعت، صندوق النقد الدولي، يعني عده دول تبرعت للعراق ولغير العراق. اين ذهبت هذه الاموال في هذه الازمه؟ المواطنون جميعهم يشكون من قلة المواد التموينية، من قلة الحصة، من عدم استلامها، من عدم وجود أي تطويق لهذه الأزمة. نعم، يعني ابتداء التبرعات الدولية اللي أعلنوا بعض الدول أنه تبرعوا لم يصل منها شيء يعني للحكومة العراقية لحد الآن، يعني لحد يوم أمس أو أول أمس لم يصل شيء من التبرعات الدولية. أي دولة أعلنت أنها تبرعت ما وصل شيء من هاي التبرعات الى الحكومه العراقيه. اما تبرعات المواطنين هم بشقين، البنوك والتجار وصلت الى، طبعا التجار اكثرهم تبرعوا ب يعني مواد عينيه، اجهزه، معدات طبيه، مستلزمات طبيه، ووصلت وتوزعت على دوائر الصحه في المحافظات اللي تعنى بهذا الموضوع مكافحه وباء كورونا. والأموال اللي تبرعت بها البنك المركزي والبنوك الحكومية والبنوك الأهلية ذهبت إلى وزارة الصحة ودخلت في حساباتها وتحولت إلى المحافظات. ما أقدر أنفي ولا أثبت بوجود فساد أو عدم وجود فساد لحد الآن، يعني
المحافظات استوها استلمت، اول امس او يوم امس استلمت محافظه النجف مليار دينار من يعني قيمه هاي التبرعات، وبعض كل المحافظات استلمت بنسب متساويه تقريبا. طالبت معالي وزير الصحه في الاجتماع ان يكون صرف هذه الاموال بشفافيه تامه. تعلن وزاره الصحه انه هاي الاموال اللي اجتها من تبرعات اشترت بها المواد التالي ذكرها، ويذكرون شنو المواد، كمياتها، اسعارها، حتى يطمئن المواطن بانه هاي الاموال اللي اجت تبرع من جهات حكوميه او اهليه او مواطنين كرام راحت بمكانها، انصرفت بمكانها، ما اصابها الفساد اللي استشرب الدوله العراقيه. ووعد يعني اوعز لاحد الوكلاء بان ياخذون بهذا المقترح، ان شاء الله ياخذون به ويعلنون انه الاموال اللي اجت وين انصرفت، وشنو موارد الصرف مالتها، شنو الاشياء اللي اشتروها بها، المستلزمات الطبيه، المعقمات، الغيرها، وكل واحد امامه سعره، حتى يعني يطمئن المواطن انه. وهي بدايه جيده للمستقبل، عسى ولعله ياخذون بها كل الوزارات وتبدي الشفافيه باعلان كل ما يشتروه، اين انصرفت الاموال المخصصه لهم في مواقعهم، ليطلع عليها المواطن وتزيد ثقته بحكومته ودولته. طبعا لحد الان مثل ما بينت لجنابك الاموال قيد الصرف، ما اشتروا بها، ان شاء الله راح نتابع نراقب، واذا تبين لي، وانا هذا يعني اعلن لكل شعبنا العراقي الحبيب، اذا تبين لي انه اكو اي مسؤول بالدوله تلاعب بهذه الاموال او غيرها طبعا، بس بهذه الاموال بالذات راح اتابعها من خلال يعني دوائر الصحة، تلاعب بها، أشابها ملفات فساد، اشترى مواد بأعلى من قيمتها أو سعرها المتعارف المتداول عليه بالسوق. ثقب الله راح أحيله لسيد قاضي تحقيق النزاهة، وأعلنا إلى الشعب سين من الناس المسؤول بالدولة تلاعب بهذه الأموال. إن شاء الله أكون يعني صادق وأمين على متابعة وكشف الحقيقة للمواطن العراقي، وإن شاء الله ما راح يشوبها فساد، لأنه الكل تشعر بحجم الخطر، وحتى اللي يريد يبوق يعني ساعة هذا اللي يريد يبوق ياخذ يفسد بهذه الأموال، خليه يتوقع هو قاعد يتعامل بوباء، يعني الفيروس داير بدايرة، فالله راح يسلط عليه ويقتله به إن شاء الله، ويقتل كل من يتعلق به إذا دنت نفسه على أموال الشعب. طبعا أكيد نتمنى من كل الجهات المعنية والمسؤولة أن تلتفت قليلا إلى المواطن المهمش والفقير، خاصة في هذه الأزمات. سيادة النائب خالد الجشعمي، أشكرك جزيل الشكر للوقت في هذه الحلقة وللمعلومات المهمة، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.